جولة من بكين، لأنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل مساء أمس الخميس إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية، وبيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. اللي حضراتكم شايفينه لقطات من الافتتاح المبهر ومشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم. المشاركة تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين مصر والصين. الرئيس شهد حفل الافتتاح وأيضا افتتاح بكين الشتوية 2022، وأيضا زيارته ليها معاني كتير تخص الدعوة بالأساس والعلاقات المصرية الصينية بالأساس. احنا متشرفين معانا على التليفون الكاتب الصحفي والأستاذ الكبير عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير على حضرتك أستاذ عماد. مساء الخير يا أستاذة دينا، أهلا بحضرتك. أستاذ عماد، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين هل هي زيارة بروتوكولية ومشاركة عادية في دورة الألعاب الأولمبية، أم أنها على خلفية علاقات وطيدة ومتجددة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أو ما بين مصر وجمهورية الصين الشعبية؟ هي طبعا زيارة لحضور افتتاح الألعاب وهو جزء رسمي بروتوكولي، لكن هي أكبر من كده بكتير، لأنه حضرتك هذه الدورة كما تعلمين في بدايات استقطاب موجودة في العلاقات الدولية خصوصا من الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة والغرب أو الولايات المتحدة تحديدا من جهة أخرى. فبالتالي شفنا بعض الدول حاولت تقاطع هذه الدورة أو هذا الحضور. لما مصر تروح هذه القمة المهمة، هي بتدي رسالة غير العلاقات الثنائية، وده موضوع مهم جدا، إن إحنا مش خاضعين لطرف أو تحت امرأة طرف معين، نحن نبحث عن مصالحنا الخارجية وبما يعظم علاقاتنا. حينما يعني بنذهب إلى الصين، بنذهب إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا، لدينا علاقات جيدة مع كل القوى الكبرى. زيارة النهاردة بتقول إن مصر طرف مهم جدا، لا يسعى ولا يريد الدخول في عالم الاستقطابات، ويشارك في كل الفعاليات الدولية سواء كانت في الغرب أو الشرق. وبالتالي هي زيارة في غاية، رغم أن العنوان رياضي بامتياز، لكن كما تعلمين لا توجد الآن فوارق ما بين الرياضة والسياسة والثقافة، والأمور كلها متداخلة ببعضها. وبنشوف دلوقتي الصراع اللي بين الطرفين سواء بين الصين وأمريكا أو بين الغرب وروسيا في على خلفية أزمة أوكرانيا، كل القضايا متداخلة معا. بنعرف انه في قمه خلال ساعات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين رئيس جمهوريه الصين الشعبيه، ايه اللي ممكن يكون من القضايا اللي حضرتك ذكرتها مطروح على قائمه الاولويات؟ هل مناقشه القضايا العالميه ام امور تخص العلاقات الصينيه المصريه؟ هو يعني شيء بين هذا وذاك كما يقولون، العلاقات بين مصر والصين متشعبه، علاقات تجارية اقتصادية مهمة جدا في الأساس، الصين شريك تجاري مهم جدا لمصر، وميزان التجاري طبعا بيميل لصالحها، شأنها شأن ما يحدث مع غالبية كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة نفسها فيما يتعلق بالميزان التجاري. الصين مستثمر مهم في مصر، لها مشروعات كثيرة، وهي مستثمر مهم أيضا في أفريقيا، في كل الدول لها تأثير إلى حد ما على إثيوبيا، لأن الاستثمارات الصينية كثيرة هناك وتعمل في جزء من يعني بناء السد في الجزء بعض الانشاءات الخاصه بسد النهضه، لها علاقات متداخله وكثيره واخذه في التوسع في القاره الافريقيه، لديها مبادره عالميه هي مبادره الحزام والطريق، وتريد ان تكون مصر جزء من هذه المبادره. طبعا في جزء متعلق بالحرب التجاريه، سلاسل الامدادات، توطين التكنولوجيا خصوصا فيما يتعلق بصناعه السيارات، في موضوعات كثيره جدا جدا فيما يتعلق ب الصين ومصر. طبعا ما يجري على الساحه من صراع دولي، وجهه النظر المصريه مهمه بما ان مصر واحده من اهم الدول في المنطقه. الصين العلاقات يعني احنا معروف ان احنا اول دوله اعترفنا بالصين الشعبيه عقد يعني قيامها سنه 49. العلاقات بين عبد الناصر وشوي لاي كانت مهمه جدا، ثم تواصلت وشفنا يعني اكثر من رئيس صيني، الرئيس السابق هو جين تاو زار مصر وزار الأقصر، والرسائل الرئيس حضر زار الصين أكثر من مرة سواء في علاقات ثنائية أو فيما يتعلق بالقمة الأفريقية الصينية.
فبالتالي العلاقات يعني جيده للغايه ومرشحه لمزيد من التعزيز، خصوصا من الصين. البعض يتنبأ انها قد تكون القوه الاولى اقتصاديا خلال سنوات قليله. أخيرا عايز أسأل حضرتك عن موضوع يبدو اقتصادي لكن على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمات المتكررة مما بعد كورونا، هل يصنف الاقتصاد الصيني أنه اقتصاد ما زال مؤثرا في الميزان العالمي كما هو مثير للقلق طول الوقت على الجانب الأمريكي، أم أنه كمان الاقتصاد الصيني تأثر في الفترة الأخيرة وسيواجه صعوبات أكثر بسبب تضييق سياسي؟ هذا سؤال يعني صعب جدا، متداخل جدا، لكن هو سؤال يشغل العالم كله ولا يشغل مصر فقط. الصين هي القوة الأكثر تصديرا في العالم، الدولة التي لها تجاري فائض مع كل دول العالم فيها الولايات المتحدة. الناتج يعني الولايات المتحدة ما زالت القوة الاقتصادية الكبرى بحوالي 22 تريليون دولار ناتج قومي إجمالي أو ناتج قومي محلي. الصين في المرتبة الثانية 16 أو 17 تريليون، والتقديرات أنه خلال سنة 2028 أو 2030 بالكثير تكون الصين عدت الولايات المتحدة، خصوصا بعد أزمة كورونا. اللي حصل تأثيرات كورونا، تأثر يعني الإمدادات أو اللوجيستيك من الصين لعدد كبير جدا من الوكلاء او الزبائن او الدول، اثر كثير وادى الى رفع السلع، بالتزامن طبعا مع التاثيرات من اخر ازمه التغيرات المناخيه. الحرب التجاريه الصينيه الامريكيه بتلعب دور مهم جدا في هذا المجال. الولايات المتحده بتحاول قدر الامكان تعطيل التقدم الصيني. ارتفاع اسعار البترول اللي هو تجاوز 90 دولار في الفتره الاخيره طبعا بيؤذي الصين وبيؤذي الدول الشرق اسيا اللي هي المستورده اساسا للبترول. كل ده عوامل بتصب في مشاكل كثيره جدا فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي. الاقتصاد الصيني يعني ما يقال انه حينما ضعفت الصين فان الاقتصاد العالمي باكمله يصاب بالزكام. وبالتالي التاثيرات متداخله، نحن نعيش في قريه واحده بالفعل. ما يحدث من صراع دولي او حرب تجاريه او في بين الصين وامريكا او حرب سياسيه وربما تتطور الى عسكريه بين روسيا والغرب على خلفيه ازمه اوكرانيا، كل ده بيقول ان ممكن التجاره الدوليه لو اضفنا كمان بده ازمه كورونا، ازمه تداعياتها، ازمه ارتفاع اسعار الوقود، الغاز تحديدا يرتفع في بعض المرات الى 150% في بعض الدول الاوروبيه، كل دي عوامل تجعل انه في ازمات اقتصاديه قادمه. خبراء اقتصاديين كتير بيتكلموا على تضخم محتمل قد يؤثر على دول كثيره جدا. نحن ما زلنا الى الان في مصر الحمد لله نسبيا لم نتاثر كثيرا بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي وبعض الاجراءات اللي اتخذت. محتاجين مزيد من العمل، مزيد من الاجراءات، مزيد من الجهد حتى لا نتاثر بما يحدث في العالم. وعدد كبير جدا من الدول خصوصا الاقتصادات الناشئه بدات تدفع ثمن هذا يعني المشكله او الصراع والازمه العالميه على المستوى العالمي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ.